هاي جماعة، الفيديو ده عن ال ABC chart. ال ABC chart basically هي ال document أو ال sheet اللي بنستعملها علشان واحنا بنعمل observation للطفل نفهم أكتر ليه السلوك بيحصل. فال ABC basically ال A اللي هي ال antecedent أو الحاجة اللي بتحصل قبل السلوك، البي هي البيهيفير اللي هو السلوك، والسي اللي هي الكونسيكونس او النتيجة. ليه احنا بنبص على الثلاث حاجات دول؟ علشان لو في مثلا سلوك احنا عايزين نغيره او نزوده او يعني يخليه يقف خالص، بنحاول نفهم ليه بيحصل. واحنا كنا اتكلمنا عن الوظائف بتاعة السلوك او ال functions of behavior، وقلنا ان هم 4، اللي هو ان انت بتاخد attention، انتباه من حد، او بيحصل escape من حاجة، بتحاول تهرب من حاجة tangible، تاخد حاجة ملموسة زي لعبة او اكل او حاجة معينة بتحبها. ورابع حاجة كانت automatic، اللي هي اللي مفيش حد بيديك النتيجة، دي حاجة انت بتعملها زي ما قلنا مثلا التنطيط او اللف او الروكينج اللي هو زي الهز في الكرسي. الحاجات دي كلها اوتوماتيك، عشان غالبا الطفل او اي حد يعني عنده توحد ساعات بيبقى بيعمل الحاجات دي عشان بتريحه، تريح جسمه، فده بيعتبر اوتوماتيك. اوكي، فاللي بيحصل ان احنا بنستعمل الاي بي سي تشارت دي، اول حاجة بنعملها بنكتب الانتسيدنت. فمثلا تعالوا نتكلم عن مثلا اكزامبل. لو انت عندك مثلا ابنك في السوبر ماركت بيطلب منك حاجة وانت ما بتقوله، لا بيعيط. فاحنا مثلا لو احنا بنبص على اللي بيحصل ما بينكم في السوبر ماركت، اللي بيحصل ان هو مثلا، انا هكتب بالانجلش هنا، ان ال child ask for candy. اوكي، طبعا مثلا ده بيستعمل كتير قوي عشان الحكاية دي بتحصل كتير قوي مع الاهالي. فاللي حصل ان هو طلب منك كاندي، ده مش السلوك اللي احنا بنوقفه عشان ان التشايلد يطلب حاجة. دي حاجة كويسة انه بيقدر يتكلم ويطلب حاجة، فدي حاجة بتحصل قبل البيهيفير. واللي بيحصل برضو قبل البيهيفير ان انت بتقوله نو no. مثلا parent sorry parent parent says no. okay، دي حاجة بتحصل قبل ال behavior. behavior احنا عايزين نبطله ال crying and throwing himself on the floor or herself. okay، فاحنا هنا غالبا قبل ما نبتدي نعمل observation او نبص على حاجة اللي احنا بنحاول نفهم ليه بتحصل، بنبقى عارفين already ايه السلوك اللي احنا بنبص عليه. اوكي، فاحنا مش بنمشي مثلا مع الطفل طول اليوم نكتب كل حاجة بتحصل، احنا already عارفين ان في عياط او السلوك ده بيحصل في السوبر ماركت، فاحنا بنروح السوبر ماركت نشوف اوكي ايه اللي حصل قبل وبعد السلوك ده. اوكي، فهو ده السلوك الوحيد اللي المفروض يتكتب في كل مرة بنبص على اللي بيحصل في السوبر ماركت. فمثلا ده اول يوم، ده تاني يوم، كل بوكس او كل صندوق هنا يعني ايام مختلفة او اوقات مختلفة، صبح بالليل كده. اوكي، بس السلوك مش بيتغير، ده السلوك اللي احنا بنتارجت او ده هدفنا بنبصين عليه عشان نغيره. ال consequence بتاع العياط غالبا ال parent بيجيب له ال candy اللي هو عايزها، ف parent buys the candy. اوكي، هنشوف مثلا ده day 1، نكتب هنا الكلام ده حصل في day 1، ده اول يوم رحنا وشوفنا الكلام ده. اوكي، day 2 نفس الموضوع حصل، بس الطريقة اللي حصل بيها ان هو ال child ask for candy. واللي حصل بعد كده ان ال parent did not answer، فنفس السلوك حصل تاني، حصل crying and throwing on the floor. بس المرة دي اللي حصل ان ال parent
ignored the behavior. Okay. The parent ما عملش ال ان هو اداله الكاندي اللي هو كان عايزه. هنروح مثلا day 3. Sorry, دي day مش days. وبيحصل هنا ان ال child لسه بيسأل for candy. ال parent برضو مردش, بس فعيط تاني crying. وبعدين المرة دي ال parent اداله ال candy. فال parent هو هنا buys it. ال parent هنا مش consistent. يعني ايه مش consistent؟ يعني مش كل مرة بيعمل نفس الحاجة. في مرة ما بيدوش candy, في مرة تاني هنا اداله ال candy. اوكي, فاحنا مثلا لو قلنا ان ال behavior في اليوم الرابع كمل. اوكي, ask for candy, وبعدين parents said no. parents زي لو واخدين بالكم ساعات ما بيردش, ساعات بيقول لأ, بس وساعات في النتيجة اللي هي البوكس ده ساعات بيديله candy وساعات مش بيرد عليه خالص. فاحنا شايفين ان ال behavior لسه بيحصل, ال crying ده موقفش. يعني كل مرة هما في السوبر ماركت ما بيوقفش. لو ال parent هنقول هنا ال parent buys the candy. اوكي, لو احنا بصينا هنا على الاربع ايام, اول يوم الولد من العياط اخذ الكندي, تاني يوم اخدش الكندي, تالت يوم اخذ كندي, ورابع يوم اخذ كندي. يعني في تلات ايام من الاربعة العياط جاب نتيجة, العياط خلاه ياخد الكندي. فاحنا ممكن نقول هنا ان الفانكشن او وظيفة العياط دي ان تانجبل, حاجة ملموسة, ان هو لما بيعيط الكندي بياخدها. فكده احنا البيرنت اللي بيديه الكندي ده كده بيعلمه, او مش بيعلمه, قصدي يعني ان هو بيكافئ العياط ده بالكندي. اوكي, فاللي احنا غالبا بنطلبه من البيرنت ان هو كل ما الطفل يعيط المرة الجاية واللي بعديها ان هو ما يدلوش الكندي, ويجنور البيهيفير. غالبا اللي بيحصل ان البيهيفير بتاعت العياط دي بتزيد. يعني مثلا يوم خامس, يوم السادس, يوم السابع, لو البيرنت لو الطفل طلب كاندي وحصل عياط بس البيرنت ما ادلوش الكاندي, العياط ده غالبا في اليوم الثامن هيقل او مش هيبقى موجود. ليه؟ علشان الطفل عيط لمدة 3 ايام ومفيش الكاندي جت, فالعياط مفيش مكافأة ليه, فما كترش. اوكي, البيرنتس ممكن يعملوا حاجة تانية, ان هو بيبتدي يشرح له ان في النتيجة, يعني نتيجة العياط دي ممكن يبقى شرح ان انت مثلا لازم تاكل الاول فهنجيب لك كاندي بعديها, او انت مثلا عشان بتعيط انا مش هديك كاندي, لازم تسأل بطريقة كويسة. بس هو طبعا المثل التاني انت تسأل بطريقة كويسة دي مش صح, عشان اوريدي الولد طلب وكانت الاجابة لا, فممكن نقول مثلا ان الكاندي مش كويس ليك او كده, فهيبقى في some explanation, او بنوعده بالكاندي دي بعد حاجة معينة. فاحنا الحاجة المعينة دي بتبقى مهمة, بتنفع مع بعض الاطفال نفهموا ان خلاص اوكي انا هاخد الكاندي بس لازم اكل الاول, فانا هاكل وبيبطلوا العياط. اوكي, وفي منهم هيبتدوا لو هم اكبر شويه سنا هيقول لك اوكي طب جيب لي كاندي دلوقتي مش هاكلها, هاكلها بعد يعني ما انت تدهني في الوقت الصح. فالتشارت ده مثل بسيط قوي, طبعا كان يعني في حاجات كتير قوي بنبص عليها, بس انا حبيت اوريكم ازاي بيبقى شكله. حاجه سيمبل جدا, اي بي سي, antecedent behavior and consequence, وبتكتب بالظبط ايه اللي بيحصل. في ناس بتكتب مثلا في الاي ده حصل عنف, لا عنف دي زي ما قلنا كلمة واسعة قوي مش بتقول لنا بالظبط اللي حصل, لازم تكتب بالظبط ايه اللي حصل. ونفس الموضوع في النتيجة وفي البيهيفير, لازم تكتب بالظبط ايه اللي حصل, ما ينفعش تقول الولد ضرب, لا طب ازاي ضرب, ازاي يعني, هل هو ضرب بالكيكينج, بالبانشينج, رمى حاجة على حد. فلازم لما بتيجي تبص على طفلك, او لو انت تيتشر وتبصي على الكيدز بتوعك في الفصل, تكتبي بالظبط antecedent behavior consequence, عشان لما بتيجي
وتبصي على الأيام كلها هتلاقي زي في pattern. فالباترن ده هو اللي بيقولك اوكي الولد ده ليه بيعمل كده عشان النتيجة كانت كده. اوكي، وامتى؟ ساعات في الانتسيدين بيبين لنا ايه الأوقات اللي بيحصل فيها كده. فمثلا هتلاقي كل يوم الصبح الولد ده بيعمل حاجة دي بعد حاجة معينة، أو في فصل الساينس بالذات. فده برضه بيساعدنا نفهم ايه الحاجة اللي بتحصل في الانفايرمنت بتاعته تخليه السلوك يحصل. فبنحاول نغير الانفايرمنت عشان السلوك يتغير قبل وبعد. الانفايرمنت تغييرها بيحصل اللي هو قبل وبعد، ولما بنغير القبل والبعد غالبا السلوك نفسه بيتغير لوحده. اوكي، ده ال ABC chart. طبعا زي ما انتم شايفين انتوا ممكن يعني في charts موجودة اونلاين وكده، بس هو حاجة مش محتاج ان حد يخلقها، يعني هي ممكن تكتبها في تيبل عادية جدا زي دي. لو حد عنده اي اسئلة please email me. Thank you.